لقاء منتظر. إذن أيها السادة في كل مكان في الوطن العربي أينما كنتم عبر SSC دائما في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وسط مباراة مرتقبة في الجولة الثالثة، بيضاء أم صفراء هذا المساء وسط حضور الزملكاوية والنصراوية أيضا في مدرج الملعب، حضور كبير في ملعب المباراة في هذا الاستاد الجميل مدينة الملك فهد بالحوية. وعندنا طبعا هذا اللقاء، لمن الغلبة اليوم؟ لمن الغلبة اليوم؟ النصر مع نجوم الكبار والزمالك وسط طموح كبير. الزمالك عنده 3 نقاط فقط في مشواره في مباراتين، فوز على الاتحاد المنستيري وخسارة من أمام الشباب في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء. حكم مباراة اليوم رضوان جيد من المغرب، ويساعد الحسن أزكاو ساعد أول، مصطفى أكركاد أيضا من المغرب حكام مباراة اليوم، عادل النقبي حكم رابع من الإمارات، ثم سمير كزاز حكم فيديو، وغوراري مقران حكم مساعد فيديو. مقيم الحكام هو الكويتي الدولي السابق سعد كميل. في مباراة اليوم نواف العقيدي حارس مرمى، سلطان الغنام على اليمين، أليكس تيلس على اليسار، علي لجامي وعبد الله مادو في عمق العالمي، ثم مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وتاليسكا اليوم في وسط الملعب، على يمينهم عبد العزيز العليوة وعلى يسارهم عبد الرحمن غريب، ثم كريستيانو في خط المقدمة على قائمة لويس كاسترو، في قائمة الأبيض الزمالك محمد صبحي حارس مرمى، عمر جابر على اليمين، حسام عبد الحميد على اليسار، حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في عمق الزمالك، في عمق ملعب الزمالك، ثم عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب، ثم احمد سيد زيزو على اليمين، شيكابالا على اليسار، والتونسي عفوا سيف الدين الجزيري في قائمتي وارتداده، لكن تمريره بينيه وسريعه وانطلاقه لكريستيانو، وحاول كريستيانو فرصه ومرور مرور وتقدم، ولكن التغطيه موجوده، تغطيه موجوده بنجاح من امام كريستيانو، تبعد الكره من امام كريستيانو وتذهب. شوف محاوله مرور من امام حسام عبد الحميد في اللقطه الماضيه، و تدخل ناجح على الكرة، لأن في خط المقدمة من الممكن ألاعب فنان وعنده قدرات كبيرة، ومن الممكن وكان موجود من دون شك لاعب دولي تونسي. هنا كرة عمامية وخطيرة وكرة للزمالك، الله مرور وهدف أول، قول لسيف الدين الجزيري، لكن تسلل على التونسي، الراية مرفوعة، الراية، شوف هروب سيف الدين، هرب سيف الدين الجزيري ومر من أمام العقيدي، حط الكرة حط الكرة، لكن الآن عندنا التسلل دقيق جدا دقيق جدا، وحكم المباراة يطلب إيقاف اللعب حتى يتمكن نصر قوي من الطرف الأيسر. شوف سيف الدين هنا التسلل، هنا التسلل، هنا الراية بجسمه كله خرج سيف الدين، هذه التقنية لا مجال للخطأ، لا مجال للاجتهاد. هنا كرة تمريرة وخطيرة وكرة لكن الراية مرفوعة مرة أخرى،
الراية مرفوعة مرة أخرى على غريب، على غريب، والتسلل. شوف اللقطة، ومن لمسة تاليسكا، هذا مكان تاليسكا، هذا مكان تاليسكا، هنا كرات تاليسكا والتمريرات الجميلة، ومن لمسة واحدة لاعب فنان، لاعب. شوف شوف رجل الأرقام، الرجل التاريخي كريستيانو، 145 هدف لأن يتجاوز جيرد مولر الألماني. الناصر عنده خطأ قريب من مرمى الزمالك، وتاليسكا عند الكرة ثابتة وسط تراجع الزملكاوي. تاليسكا تترك الكرة للبرازيلي والتصويب، وكرة خطيرة 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 جدا على مرمى محمد صبحي الموجود في المكان المناسب. شوف اصطدمت الكرة وتغير اتجاه، يعيدها لي العقيدي، والعقيدي يرسل كرة على جهة اليمنى، تمريرة العليوة، يمرر خاطئة في التمرير، والكرة تعود زملكاوية، فيها محاولة مرور خطير، ومرور وشيكو، وفرصة زملكاوية خطيرة جدا على المرمى، خطيرة خطيرة. الزمالك في خطورة كبيرة، ومحاولة جادة على مرمى النصر للوصول والتسجيل، لكنها مرت من أمام شيكا، مرت من أمام شيكا. شوف الدخول في هذه اللقطة، قدرات كبيرة جدا في الكرات العرضية، قدرات كبيرة في الكرات العرضية. هنا حكم المباراة يشير إلى خطأ في المحاولة على جهة اليسرى. شوف تيليس عرضية خطيرة، وكرة خطيرة جدا، خطيرة خطيرة. أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة، لاعب فنان. شوف العرضية، شوف العرضية الصح في المكان الصح، لكن لاعب الزمالك يتدخل، يبعد الكرة قبل. عادت الكرة إلى رمية جانبية عند حمزة المثلوثي، يلعب كرة تونسي للتونسي، والجزيري تعود. شوف اللقطة، وعلي لجامي مع المثلوثي يأخذ الفرصة، يعطيها الفرصة لويس كاسترو، وضربة زاوية نصراوية عند تيليس، تلعب الكرة العرضية الآن خطيرة وراسية. على فرصة، على فرصة نصراوية خطيرة، وراسية عبد الله مادو، مادو كان لوحده، مادو كان لوحده. الزمالك والنصر والشباب للوصول إلى ربع النهائي، والشباب هناك يتفوق على الاتحاد المنستيري. كرة تلعب عرضية، ومحاولة الجزيري، على فرصة زملكاوية خطيرة، ارتقاء عالي، ورأسية سيف الدين. شوف سيف الدين، سيف الدين الخطير، كأن من الممكن أن يتقدم، لكن إلى يد محمد صبحي، تألق فيها محمد صبحي، راحت في المرتدة، راحت في المرتدة، راحت في المرتدة، وصلت عند شيكا، شيكا يحاول يلعب عرضية، ورأسية السيسي، راحت كرة عمر السيسي. هذا الرد من الزمالك، هكذا يكون الرد، رد على كرة عبد الله مادو. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، شوف شيكابالا حطها على رأس عمر السيسي، راحت المرتدة، وصلت لشيكا، ينقل الكرة إلى الأمام، سريع على الطرف الأيمن لمصلحة الخطير زيزو، زيزو عرضية، نجح في لعب الكرة العرضية، لكن تبعد الكرة، تعود لفتوح، فرصة زملكاوية، وعلى اليسار خطيرة، والتصويب، وكرة خطيرة، خطيرة جدا لفتوح اللاعب الدولي. تشجيع متواصل، والزملكاوية يهتفون باسم الزمالك، يساندون ويعملون لأن يكون الزمالك في ربع نهائي البطولة، يحاولون ويمنون النفس لأن يتجاوز النصر في مباراة صعبة، صعبة على الفريقين. كرة لعمر السيسي، عرضية السيسي الآن، والتصويب، وكرة مرت سليمة،
سليمة على مرمى نواف الأكيدي. مرة أخرى راحت إلى ضربة زاوية، تيليس يلعب العرضية رأسية لكن حسام عبد المجيد في التغطية، وصافرة حكم المباراة الدولي المغربي السيد رضوانجي تنطلق الآن وتعلن نهاية شوط المباراة الأول بتعادل سلبي. عبد الله مادو اللي عنده بطاقة صفراء يخرج ويدخل مكانه عبد الإله العامري، ثم أيضا ساديو ماني السنغالي الذي غاب عن كأس العالم عن السنغال، يأتي الآن بعد موسم واحد. راحت ومرت عند شيكابالا، يرسل كرة إلى الأمام، شيكا راحت للجزيري، جزيري أمام لجامي، مر الجزيري على الطرف الأيمن الآن، يريد أن يلعب كرة عرضية، يرسل كرة طويلة وأمامية عند زيزو أمام سلطان الغنام، يبعد الكرة الغنام، رمية جانبية لفتوح، لعبت لزيزو، زيزو يحاول سريعة في شوط الثاني، راحت لفتوح، العرضية منتظرة والكرة خطيرة والرأسية إلى يد حارس المرمى، إلى يد العقيدي، مطالبة بلمسة يد من جانب سيف الدين، راحت المرتدة، تاليسكا، بروزوفيتش يريد أن يلعب كرة لغريب، قطعت الكرة، راحت زملكاوية. لن ينتظر الزمالك ولن ينتظر النصر، الآن حكم المباراة يوقف اللاعب. حالات صعبة يعني أكيد سيكون فيها تقدير من حكم المباراة. هنا عندنا في اللقطة ملامسة يد، والآن يستدعى حكم المباراة لأن يشاهد اللقطة ويقدرها بنفسه، هل وضع اليد طبيعي؟ هل الكرة قريبة من يد اللاعب؟ هل هناك ضربة جزاء للزمالك؟ كل ذلك عند قرار المغربي رضوان جيد الحكم الدولي في رأسية الجزيري. لم يكن يشاهد الكرة تيليس، لكن والكرة كانت قريبة، لكن هنا حكم المباراة سيقدر اللقطة، هو لوحده سيقدر، والآن هو اتخذ القرار وننتظر قراره. المغربي يعطي ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء زملكاوية، ضربة جزاء زملكاوية، فرحة كبيرة لمدرج الأبيض، ضربة جزاء وبطاقة صفراء على البرازيلي أليكس تيليس. منعطف كبير ومهم في المباراة. الآن الزمالك يتحصل على ضربة جزاء، ومن يتقدم من لاعبي الزمالك يشرح الآن لتيليس المغربي ويقدر اللقطة. المحبوب من الزملكاوية زيزو، يتقدم زيزو، يسجل أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض، ليلة بيضاء لحد الآن. ستصعب المهمة، عادة الكرة من جديد عند الغنام، الغنام يرسل كرة لسليهم خطيرة، وكرة وسقوط على أرضية الملعب، وحكم المباراة لا يعطي شيء، بينما كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية. رضوان جيد يطلب الهدوء، ومطالبة نصراوية بضربة جزاء لعبد المجيد الصليهم. هذه الكرة وهنا اللقطة، هنا من هذا المكان ليست واضحة، لكن هذه اللقطة ربما شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز في دوري الولايات المتحدة في الدوري الأمريكي، لكن عندنا كرة خطيرة جدا ومحاولة وعرضية خطيرة، وكرة لإبراهيم انداي، إبراهيم انداي البديل، كرة راحت إلى خارج أرضية الملعب. أنا قايل لكم هذا خطير وفنان خطير. يا سلام على زيزو،
أعطى حكم رات مبدأ إتاحة الفرصة. الكثير لم يتبقى الكثير من الوقت الآن. كونان يتقدم في كرة إلى الأمام. الله الرأس الذهبية، الرأس الذهبية كريستيانو، كريستيانو الذهبي، كريستيانو التاريخي، كريستيانو التاريخي. الله على كرة، الله على كرة. شوف الكرة، أوه ارتقاء عالي. حط الكرة، حط الكرة.